أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على مواصلة العمل على تطوير قدرات منتسبي قوة دفاع البحرين وتزويدهم بأحدث المنظومات العسكرية لرفع مستوى جاهزيتهم لأداء واجباتهم الوطنية بكل احترافية وفعالية، مشيدا سموه بالمستوى المتميز والمشرف الذي وصل إليه منتسبو قوة دفاع البحرين وإسهاماتهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وبجهودهم المخلصة التي يقومون بها إلى جانب إخوانهم من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيم رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة استمع سموه إلى إيجاز حول الخطط الاستراتيجية وآلية تنفيذها ومتابعتها وتقويم وتحديث الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين، منوها سموه بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية بما يرفد تطور ونهضة مملكة البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم السامية في خدمة وطنهم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.